الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنحمد الله الذي لا إله إلا هو على ما من به علينا من النعم الكثيرة الظاهرة والباطنة. من توفيق الله عز وجل نأتي حسب ما وعدتكم إلى ليلة رمضان، فقد أخبرتكم بأنني سأرد وأعلق على الأخ صلاح الدين بن إبراهيم أبو عربة حتى رمضان. نحن في ليلة الأول من رمضان لعام 38 400 ألف، الموافق ليلة 27 من الشهر الخامس لعام 17 و2000. وبعد رمضان إن شاء الله تعالى إن عاد عدت وسأدافع بإذن الله تعالى عن الكتاب وعن السنة وعن عقيدة أهل السنة والجماعة وعن علماء أهل السنة والجماعة. فالذب عن عرض المسلم واجب شرعي جاء بالوحي المبين. أنا ذب عن أعراض المسلمين، فكيف بأعراض العلماء ممن يحقرهم مثل الأخ صلاح أبو عرفة ويشتمهم ويلقبهم بأقبح الألقاب كقوله شيطان ومسيلمة ودجال؟ فالدفاع عن هؤلاء هو من دين الله تبارك وتعالى. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم، الرسول صلى الله عليه وسلم الذي يقول: ليس منا من لم يعرف لعالمنا قدره. فإذا تكلم على العلماء واحتقرهم هو خالف الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك. بل لو تكلم على أي مسلم بالباطل وشتمه واعتدى عليه، فمن حقنا أن ندافع عن المسلمين. فكيف إذا كان هؤلاء علماء كبار أجلاء درسوا التوحيد وكدسوا أعمارهم في طاعة الله، نحسبهم والله حسيبهم، وألفوا وصنفوا ونصحوا، فجزاهم الله عز وجل خير الجزاء. فالذي يفهم بأننا ندافع عن أشخاص فهذا لم يفهم معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: من ذب عن عرض أخيه المسلم. نحن نطيع الله عز وجل في الذب عن المسلمين، هكذا أمرنا أن نكون أولياء بعضنا لبعض، ناصر إخواننا، ناصر المسلمين، نذب عن أعراضهم، ندافع عنهم. هذا كله من دين الله عز وجل، وليس هو دفاع عن أشخاص كما يظن البعض. حتى أن بعضهم يصنفنا فيقول أن الأخ صلاح أبو عرفة يدافع عن الكتاب والسنة، يدافع عن الكتاب والوحي، يدافع عن القرآن، وأنتم تدافعون عن أشخاص وعن مشايخ. هذا باطل واتهام بالباطل، والاتهام يعني أمره يسير، كل من يأتي ويتهم يقول ما شاء، لكن اللقاء بين يدي الله سبحانه وتعالى، ويعلم الله عز وجل عندما يلتقي الخصوم ويفصل بين عباده بالحق ويفتح بينهم بالحق، وهو الفتاح العليم. طيب، إذا نحن ندافع عن الكتاب والسنة وعن المسلمين وعن أعراضهم بأمر الله عز وجل وأمر الرسول صلى الله عليه وسلم، لا كما يفهم البعض أو كما يزعم البعض. الأخ صلاح أبو عرفة بدع عموم علماء المسلمين، بل في كلامه حتى انتقد ما أقره النبي صلى الله عليه وسلم لذاك الرجل الذي قال صفة الرحمن، فبدع كل من يقول لله صفات بلفظ الصفات، وإن كان هو يثبت الصفات لكن ينكر إثبات لفظ صفات الله، ينكر هذا، ينكره بشدة، ويقول الذي يقول لله صفات يستعمل لفظ الصفات فقد شتم الله عز وجل. وقد سردت أسماء كثيرة، النبي عليه الصلاة والسلام أقر صفة الرحمن، عائشة رواية الحديث، رواة الحديث، البخاري، مسلم، النسائي، لأما الأربعة كلهم أثبتوا كلمة صفات الله عز وجل. علماء المسلمين سردت يعني ما يقارب أو يتجاوز 30 عالما من الرسول صلى الله عليه وسلم إلى علماء المعاصرين، كلهم يقولون صفات الله عز وجل، إلا أبو عرفة ابتدع هذه البدعة وهي الإنكار، فابتدع من دون المسلمين. لا نعلم مسلما قال لا يجوز أن نقول لله صفات. مبنى على ذلك فهم الخاص، ولم ينقله عن أحد، ولم يتجرأ ويقول أنني قرأت عن فلان، هو لا يعني يريد أن يتهرب من هذا الأمر، وقد يكون قرأه عن بعض الناس، لكن يزعم بأنه هو الذي اكتشف هذا الأمر، بأن الله عز وجل في كتابه ما ذكر الوصف، هذه المادة صفة وصفة، إلا وقرنها بالكذب. وهذا معناه أنه فهم من القرآن ما لم يفهم كل العلماء، حتى النبي عليه الصلاة والسلام ما فهم هذا الشيء حسب كلامه، حتى النبي عليه الصلاة والسلام ما فهم هذا الشيء، وحتى الصحابة ما فهموا هذا الشيء. فلذلك هو احتاج أن يقول
أن كلمة صفة الرحمن هذه رواية شاذة أو حصل فيها تصحيف، فضعف هذه الرواية واتهم الرواة، ولم يدرك أحد من علماء أمة محمد صلى الله عليه وسلم والمحدثين والمتخصصين أنها كلمة شاذة أو مصحفة إلا أبو عرفة، ويتحدى أن يقول سبقني فلان، لأنه ما يجرؤ أن يقول سبقني أحد، لأنه يزعم بأن عنده علم لدني فتح الله عليه واكتشف. أما ما في ولا واحد ذكره أبو عرفة وقال بأنه سبقه وقال الذي يقول صفات الرحمن قد شتم الله عز وجل، ولا واحد. إن كان يعرف واحدا فليذكره، لكن ما يستطيع أن يحطم مبدأه الباطل الذي يقول به أنه يتمسك بكتاب السنة ولا ينظر إلى كلام العلماء. فلذلك هو هكذا جاءه إلهام من رب العالمين، فهو رجل ملهم، فهو رجل فهم من القرآن، فجمع 14 آية في كتاب الله ووجد كل ما ذكر هذه ذكرت هذه المادة مادة وصفة فهي مقرونة بالكذب. إذن من شتيمة الله عز وجل أن نقول لله عز وجل صفات، وهذا باطل ولم يسبقه إليه أحد، والحمد لله الذي عفا. حديث اللي في البخاري ومسلم والنسائي قال صفة الرحمن، بعضهم يعني كما فهم من الأخ صلاح يقول قال صفة الرحمن، لو سلمنا أن صفة الرحمن، الأخ ما قال صفات الله، هذه يعني يظنها شبه. صفة الرحمن المفرد إذا أضيف يفيد العموم، صفة الرحمن يعني صفات الرحمن، كما في قول الله عز وجل وأن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، فقول لا تحصوها معناها ليست نعمة واحدة إنما هي نعم الله، فإذا قال لا تحصوها، لو كانت نعمة الله نعمة واحدة لكان بالإمكان إحصاؤها، لكن لما قال وأن تعدوا نعمة الله لا تحصوها دل على أن نعمة الله معناها نعم الله، وهذا ما يسميها العلم أن الاسم الجنسي إذا أضيف يفيد العموم، فمعنى صفة الرحمن يعني صفات الرحمن وليس معناها صفة واحدة. يعني يقول الله عز مثال آخر، أليس الله بكاف عبده؟ هل هو عبد واحد ولا المراد عبيده؟ لا شك عبيده، وإذا قال عبده فهو مفرد مضاف يفيد العموم، وهنا لما قال صفة الرحمن مفرد مضاف يعني صفات الرحمن. والذي يدل على ذلك أن سورة الإخلاص قل هو الله أحد فيها أكثر من صفة لله عز وجل، فلم حتى اسم الرحمن لم يذكر في السورة، وإنما أراد صفة الرحمن يعني صفات الرحمن، لأن المفرد يضيف يفيد العموم. أسأل الله أن ينفعك بهذه الفائدة وأن يرفع عنك اللبس الذي حدث عندك في ذهنك وفي ذهن من أفهمته ذلك. إذن هي السورة فيها صفات الرحمن، صفة الرحمن يعني صفات الرحمن، ولذلك قال البخاري رحمه الله تعالى أمير المؤمنين في الحديث، بعد أخشى تعترض على هذا اللقب أمير المؤمنين الحديث، قال كتاب الوحي باب قل أي شيء أكبر شهادة قل الله، وسمى الله تعالى نفسه شيئا وسمى النبي صلى الله عليه وسلم القرآن شيئا وهو صفة من صفات الله. هذا كلام البخاري مئات السنين قرون والعلماء ما أنكروا على البخاري كلمة صفات الرحمن صفات الله، إلا الأخ صلاح أبو عرفة جاءه إلهام هكذا فأنكر على البخاري وقال عن الشيخ الثمين أنه شتم الله عز وجل بحيث لا يشعر أو لا يشعر. طبعا هذا لازم أنه حتى البخاري شتم الله عز وجل، ومن روى البخاري ومن أقر البخاري والعلماء والأئمة الأربعة كلهم شتموا الله عز وجل، وإلى هذه اللحظة ما استطاع أبو عرفة أن ينكر أن قوله عن الشيخ الثمين شتم الله بحيث لا يشعر أنه معناه لازمه أنه شتم كل العلماء هؤلاء، حتى الصحابة رضي الله عنهم اللي رووا حديث صفة الرحمن. نسأل الله العافية، الحمد لله عفانا. طبعا كلمة صفة، كونك يا أخ صلاح زعمت إلهاما هكذا جاءك من الله أنها ما تذكر إلا على سبيل الذم، هذا باطل، بدليل أنها ورد فيها الحديث وأحاديث أخرى فيها كلمة صفة وليس فيها ذم، إلا أنت وحدك لا شريك لك في الدنيا فيما نعلم الذي فهمت أن كلمة وصف ذم، في غيرك اذكره لنا انقذنا بارك الله، ما نعرف إلا أنت، الحمد لله ذا عفان. طيب طبعا الحديث في البخاري قال إنها صفة الرحمن، وأيضا في مسلم، وأيضا حديث رواه النسائي كلهم قالوا صفة الرحمن. في حديث آخر يقول فيه في مسند أحمد
يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه لم يكن نبي إلا وصف الدجال لأمته. النبي وصف الدجال لأمته. ولا أصفنه صفة لم يصف أحد كان قبلي، إنه أعور، وإن الله عز وجل ليس بأعور. قد تفرح بهذا الحديث تقول ها شوف صفة الأعور، صفة الدجال، فهي إذن على سبيل الذم. لا، سيأتينا صفة النبي عليه الصلاة والسلام أيضا. كيف هذا يحطم مقدمتك بأن كلمة صفة ما وردت إلا في الذم. شوف اسمع، في مسند أحمد أيضا قصة أبي سفيان مع هرقل، قال يقول أبو سفيان لما سأل هرقل، قال وسألتك، هرقل يقول وسألتك بماذا يأمركم، فزعمت أنه يأمركم أن تعبدوا الله عز وجل وحده ولا تشركوا به شيئا، وينهاكم عما كان يعبد آباؤكم، ويأمركم بالصدق والصلاة والعفاف والوفاء بالعهد وأداء الأمانة، وهذه صفة نبي. هرقل يقول أبو سفيان عربي قرشي يذكر هذا بعد إسلامه، ما قال أن هرقل سب النبي عليه الصلاة والسلام لما قال صفة نبي. فالأنبياء لهم أوصاف وأقروا، لا، وحديث في البخاري ورواه العلماء وأقروا كلمة صفة نبي، وما قالوا هذا على سبيل الذم إلا أنت. أيضا هنا يقول في مسند إمام أحمد عن نافع بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه لم يكن نبي قبلي إلا وصف لأمته، ولا أصفنه صفة لم يصفها من كان قبلي، إنه أعور، والله تبارك وتعالى ليس بأعور، عينه اليمنى كأن عنبة طافية. وهذا الحديث حسنه الأرنوط رحمه الله تعالى. أيضا في مسند إمام أحمد يقول هلال بن علي عن عطاء بن يسار قال لقيت عبد الله بن عمرو بن العاص، هذا التابع يقول للصحابي، فقلت أخبرني عن صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم في التوراة، فقال أجل والله إنه لموصوف في التوراة بصفته في القرآن. صحابي يقول هذا الكلام بعد عمرو عبد الله بن عمرو العاص شتم النبي عليه الصلاة والسلام حيث لا يشعر. قلها قلها أو استغفر الله وتوب إلى الله عز وجل. وكل ما بنيت عليه أن كلمة صفة يعني للذم، فلذلك على هذا تكون الرواية شاذة اللي في البخاري مسلم النسائي واو مصحفة. لما؟ لأن ما وردت إلا في الذم. طيب هنا ما ورد، هنا ليس فيها ذم، صفة النبي صلى الله عليه وسلم. قال عن صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم في التوراة، فقال أجل والله إنه لموصوف في التوراة بصفته في القرآن، يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا مبشرا ونذيرا، إلى آخر الحديث. طيب يقول أيضا هنا حديث يقول شعبة عن سماك قال سألت جابر بن سمرة، سأل الصحابي عن صفة النبي صلى الله عليه وسلم، سأل عن صفة النبي عليه الصلاة والسلام، فقال كان أشكل العين، ضليع الفم، منهوس العقل. يعني هذا الحديث إسناده حسن أيضا، قال صفة النبي عليه الصلاة والسلام ليس في هذا ذم. طيب يقول لقيت أيضا، يقول لقيت عبد الله بن عمرو بن العاص، فقلت أخبرني عن صفة الرسول صلى الله عليه وسلم في التوراة، قال فقال أجل والله إنه لموصوف في التوراة ببعض صفته في القرآن، يا أيها النبي إن أرسلناك شاهد مبشر ونذيرا وحرزا للأميين، أنت عبدي ورسولي، سميتك المتوكل، ليس بفظ ولا غليظ ولا صخاب في الأسواق، ولا يدفع السيئة بالسيئة، ولكن يعفو ويغفر، ولن يقبض الله تعالى حتى يقبضه الله تعالى حتى يقيم به الملة العوجاء بأن يقول لا إله الله، ويفتح بها أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا. وهذا الحديث أيضا في الأدب صحيح الأدب المفرد صححه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. طيب يقول أيضا هنا يقول رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وما بقي على وجه الأرض أحد رآه غيري، قلت صفه لي، صفه لي يعني اشتمه لي، حسب كلام يعني اشتمه لي، صفه لي، قال كان أبيض مليحا مقصدا. وهذا الحديث أيضا يعني صححه الألباني رحمه الله تعالى. يقول هنا في حديث المشهور حديث قصة أصحاب الأخدود، كان ملك من الملوك وكان لذلك الملك كاهن يكهن له، فقال الكاهن انظروا إلى انظروا لي غلاما فهما أو قال فطنا لقينا فأعلمه علمي هذا، فإني أخاف أن أموت فيقطع منكم هذا العلم،
ولكن فيكم من يعلم. قال فنظروا له على وصف، على وصف ما أم ما على وصف، فأمره أن يحضر ذلك الكاهن. هذا كلام النبي عليه الصلاة والسلام، هذا كلام النبي عليه الصلاة والسلام، يقول أنه أحضر على الوصف الذي طلبه ذلك الكاهن. هنا أيضا نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم وفد عبد القيس حين قدموا عليه عن الدباء وعن النقير وعن المزفت والمزاد والجبوبة، وقال انتبذ في سقائك أو كه وأشربه حلوا. قال بعضهم ائذن لي يا رسول الله في مثل هذا، قال إذن تجلها مثل هذه، وأشار بيده يصف ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم أشار بيده يصفه، ما فيها ذنب. والحديث يعني عند النسائي وصححه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. وهنا أتي النبي صلى الله عليه وسلم بقبطائي فأعطاني منها قبيطة، فقال أصدعها صدعين فاقطع أحدهما قميصا واعطي الآخر امرأتك تخمر بها تخمر به. فلما أدبر قال وأمر امرأتك أن تجعل تحته ثوبا لا يصفها، يعني لا يشتمها، لا يصفها، لا يعني لا يظهر يعني عورتها أو بدنها من تحت هذا الثوب. وهنا يقول سمعت أنس ابن مالك يصف النبي صلى الله عليه وسلم، أنس بن مالك يصف النبي عليه الصلاة والسلام، هل يعني معنى يشتم النبي عليه الصلاة والسلام؟ لا، هذه بعض الأحاديث التي فيها كلمة صفة وليست على سبيل الذم. فقاعدتك أن الوصف أو الصفة ما جاء في القرآن إلا على سبيل الذم، هذا مما اخترعته يا أخي صلاح وابتدعته في دين الله عز وجل، وخالفت علماء أمة محمد صلى الله عليه وسلم الذين بنوا عقيدتهم ودينهم على الكتاب والسنة. لا تزعم أنك أنت على الكتاب والسنة وكل العلماء خرجوا عن الكتاب والسنة، وإنما أخذوا من الكتاب والسنة صفة الرحمن وقالوا أن لله عز وجل صفات، فاستعملوا هذا اللفظ ووصفوا الله عز وجل بما وصف به نفسه، وصف به رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تعطيل ولا تحريف ومن غير تمثيل ولا تكييف. أخشى تقول بعد من غير تعطيل ولا تحريف ولا تمثيل ولا تكييف تقول بدعة بعد، قول بدعة، خلينا نرد عليك بعد رمضان إن شاء الله، إن قلت من غير تكييف بلا بدعة ردينا عليك إن شاء الله تعالى، وإذا قلت لا هذا صحيح الكلام فالحمد لله اللي وفقك لما هو صحيح. طيب سألتك وانتظرتك كثير حتى جاء رمضان، الله يهديك الله يهديك يا أخ صلاح، ولا قلت لنا الحكم النهائي في النصيرية كفار أو مسلمون، ما بالك ما بالك ما تفصح تنقذ إخوانك اللي يتبعونك ويثقون بك. منهم من أرسل لي يقول يعني من قال أنهم كفار نصيرية، من قال أنهم كفار، وبعضهم يقول من قال أن بشار من نصيرية، ترى ما يعلمون مساكين الناس في الجزائر في المغرب في فرنسا وأنت في بلاد الشام تعرف أن بشار علوي من الجبل من اللاذقية بل القرداحة، وهؤلاء باطنية وهؤلاء علويون. تقولنا أسلم، طيب عليه بالعافية أسلم، الجنة تسع إن شاء الله أدخلوا الجنة ما ضرني شيء. لكن الآن السؤال النصيرية، خلينا من بشر، النصيرية مسلمون أو كفار؟ انطق بها يا أخي. حتى بعضهم قال يعني ما المانع أن يقال أنهم مؤمنون اليهود والنصارى وكذا، فأنا أرسلت لك فأنت كتبت قلت الآتي وسأقرأ كلامك نصا. تقول أحكام اليهود والنصارى بكفرهم وشركهم شيء، وأحكام المشركين الكافرين من غير أهل الكتاب شيء آخر. صحيح كلامك صحيح 100%. قال لك شاهد أن الله أحل لنا منهم ما لم يحل لنا من الكافرين، صح، طعام الذي أوتوا الكتاب المحصنات من الكتاب لهم أحكام تخصهم. ثم تقول لا نقول أنهم مسلمون ولا أنهم مؤمنون، جزاك الله خير. طيب لماذا لا تقول عن النصيرية هم مسلمون مؤمنون أو كفار؟ أو لا تعلم، على الأقل قل لي لا أعلم حتى نفهم أين أنت موقعك من الإعراب. تقول ولا نقول أنهم موحدون، صحيح. طيب النصيرية موحدون مسلمون مؤمنون؟ قل لنا. قال الذين كفروا محمدا عليه صلوات الله وأبوا عليهما دينهم الحق هم الذين كفرهم الله وليس النجدي ولا الحراني. فلا يقولون لي ها قد كفرتهم هؤلاء، كل الأمة تعلم أن اليهود والنصارى ليسوا مسلمين، كل الأمة تعلم. صاحبك اللي أرسل لي يقول اليهود والنصارى أليسوا مؤمنين؟ عرفنا ليسوا مسلمين، ليسوا مؤمنين، قلت ليسوا مؤمنين.
طيب الآن أتباعك هؤلاء اللي يراسلوني اقتنعتوا بكلام إمامكم صلاح أبو عرفة أنهم ليسوا مؤمنين؟ جزاكم الله خير، إن شاء الله اقتنعتم، هذا كلامه، لأنكم ما تعتمدون إلا كلامه. طيب نريد النصيرية الآن، جزاك الله خير، ذكرت أن أهل الكتاب وإن كان لهم أحكام تخصهم إلا أنهم ليسوا مسلمين وليسوا مؤمنين وليسوا موحدين، بل هم كفرة، ولا أحد يقول أنهم مسلمون. طيب هم مؤمنون، لماذا تخشى أن تقول هم ليسوا بمؤمنين؟ وحينئذ سترد على شيخك وفضيلته وأستاذك حسون، لأن حسون قال كل سوريا كلنا مؤمنون، حتى النصارى نصه ويتكلم في الكنيسة عندهم أو في حفل يعني صليبي قال كلنا مؤمنون، ثم استدل بقول الله عز وجل إنما المؤمن الأخوة. كلامه باطل ولا حق؟ لأنك تقول لو قال حق باطل تقصد حسون لرددت عليه، طيب هذا حق ولا باطل؟ رد عليه، لماذا لا ترد عليه؟ فننتظر منك تقول حسون نطق بالباطل، قال عن النصارى، قال عن كل أهل سوريا، عن كل أقليات اللي فيهم النصيرية والعلوية والإسماعيلية، فيهم وفيهم كل شيء، قال دروز، قال كلهم مؤمنون، واستدل بقول الله عز وجل إنما المؤمنون إخوة، هذا باطل؟ رد عليه، ننتظرك ترد عليه. أستاذك وبينك وبين اتصال، ها أستاذنا وشيخنا، ما عمرك قلت لأحد فضيلتك إلا هو، قل له يا فضيلتك يا شيخي يا أستاذي كلامك باطل، ننتظر منك، كن شجاعا. طيب تقول هذا كل هؤلاء الأمة تعلم أن اليهود والنصارى ليسوا مسلمين، هذا كلامك ليس بصحيح. كثير من الناس لبس عليهم من لبس ويتحرجون أن يقولوا عن اليهود والنصارى أنهم كفار، يقول ليسوا مسلمين، طيب كفار؟ أبوا أن يقولوا هذا، يلزمك أن تقول ليسوا مسلمين هم كفار، والنصيرية كفار أو مسلمين على حسب الحكم اللي عندك، ثم تقول هذه فضيحة إذا جاء يقول أن اليهود والنصارى مسلمين، طيب فضيحة. ثم تقول حتى الإمام إذا قال لك اليهود والنصارى مؤمنون، الهندوسي مؤمن، بما؟ طيب وضح بما؟ مؤمن بالكفر، مؤمن بالباطل. النصيرية مؤمنون بماذا؟ رد على حسون، يقول كلهم مؤمنون، مؤمنون بماذا؟ بالحق ولا بالباطل؟ كلمة الإيمان إذا أطلقت المراد بها الإيمان بالحق، كما أن كلمة الكفر إذا أطلقت المراد بها الكفر بالله عز وجل. لو أريد بالإيمان غير الإيمان الشرع الصحيح لقيد بالباطل، كقول الله عز وجل والذين آمنوا بالباطل وكفروا بالله أولئك هم الخاسرون، هذا كلام الله عز وجل. إذا أردت أنهم مؤمنون بالكفر لابد أن تقيده، أما يطلقها حسون شيخه ويقول مؤمنون فالمراد عند الإطلاق الإيمان الصحيح، هل تقتنع معي بهذا؟ أما إذا كان إيمان بالباطل يقيد فيقال إيمان بالباطل، مثل كلمة الكفر، الكفر إذا أطلق فهو كفر بالله عز وجل، إذا قيد بالكفر بالطاغوت فرب العالمين يقول ومن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى، لا يجوز أن تقول عن نفسك أنا كافر أو فلان كافر ثم تقول أقصد أنه كافر بالطاغوت، لا، عند الإطلاق كافر يعني بالله، تريد كافر بالطاغوت لابد أن تقيده وتقول فلان كافر بالطاغوت وتقول أنا كافر بالطاغوت، هذا سليم. كذلك الإيمان إذا أطلق المراد به الإيمان الصحيح الحق، وإذا أريد به الإيمان الباطل يقيد ويقال والذين آمنوا بالباطل، فالنصيرية والنصارى والإسماعيلية والدروز وكل اللي قال عنهم مؤمنون، مؤمنون بماذا؟ بالكفر بالباطل ولا مؤمنون بالله؟ حسون أطلقها، فأنت مطلوب منك أن تتقي الله وترد على هذا الباطل، أنك أنت تمجده وتسجيلك منتشر معاه فضيلته وشيخك وأستاذك. طيب ثم تقول دين الله الإسلام وليس الإيمان، هذه الله يهديك ما أدري كيف وقعت فيها، أسأل الله أن يتوب عليك، وانت تتكلم عن الشيخ سلام تيمية وتتكلم عن شمعان الوهاب، ها وانت كيف تفوتك هذه النقطة، هذه زلة كبيرة، دين الله الإسلام وليس الإيمان، دين الله الإسلام ودين الله الإيمان، ثم تستدل بقول الله عز وجل إن الدين عند الله الإسلام، طيب والإيمان أيضا دين الله، الإيمان أيضا دين الله، استمع وأكيد أنت تعرف الحديث، هذا الحديث مشهور لكن فاتك ربما، ربما والله العلم عند الله عز وجل، وقعت بسبب سوء قصدك، بسبب شتمك للعلماء، بسبب احتقارك لهم فوقعت هذه الواقعة،
دين الله الإسلام وليس الإيمان. دين الله الإسلام ودين الله الإيمان. والدليل حديث جبريل المشهور عند المحدثين بحديث جبريل، حديث ابن عمر لما جاء جبريل عليه السلام على صوت رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر، سأل النبي عليه الصلاة والسلام أخبرني عن الإسلام، أخبرني عن الإيمان، أخبرني عن الإحسان. في آخر الحديث قال هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. فدينكم الإسلام والإيمان والإحسان، فليس دين الله فقط الإسلام وليس الإيمان. كلامك باطل، كلامك باطل. طبعا ما أقول أنت كفرت وجئت بغير دين الأنبياء، هذه غفلت عنها ربما قد يكون يعني بسبب شؤم هجومك على المسلمين الأبرياء الحياة والأموات. فدين الله عز وجل الإسلام والإيمان، ولذلك يطلق الإسلام ويراد بالإيمان، ويطلق بالإيمان ويراد بالإسلام، فهما كلمتان مترادفتان. فالمسلم مؤمن والمؤمن مسلم، ودين الله عز وجل الإسلام ودين الله عز وجل الإيمان. ولكن عند اقتران الإسلام بالإيمان فيقال عن الإسلام أنه مرتبة مراتب الدين، والإيمان مرتبة مراتب الدين، ومرتبة الإيمان أعلى من مرتبة الإسلام. الدليل نعم من الوحي، قال الله عز وجل قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. وقال الله عز وجل من الوحي فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. لأن بيت لوط عليه السلام ما كان كلهم على الإيمان، كانت امرأته من الغابرين، فقال فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. وفي صحيح البخاري رأى أحد الصحابة رجلا لم يعطه النبي صلى الله عليه وسلم وأعطى غيره، فقال يا رسول الله ما لك عن فلان؟ فإني والله أراه مؤمنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أو مسلما؟ قال فسكت، فغلبني ما أعرف عنه، فقلت يا رسول الله ما لك عن فلان؟ فإني أراه مؤمنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أو مسلما؟ ففرق النبي عليه الصلاة والسلام بين المسلم والمؤمن، ورتبة الإيمان أعلى من رتبة الإسلام. لكن عند الإطلاق يصح أن يطلق على المسلم مؤمن وعلى المؤمن مسلم، وهذا من الوحي. قال الله عز وجل فتحي رقبة مؤمنة يعني مسلمة. وقال جل وعلا ومن يقتل مؤمن متعمدا فجزاؤه جهنم، يقتل مؤمنا يعني يقتل مسلما. وقال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، قال يا أيها الذين آمنوا، قال ادخلوا في السلم كافة. فقولك دين الله الإسلام وليس الإيمان كلام باطل، لعله زلة غفلة، لعلها عقوبة أصابتك. لكن دين الله هو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سأل جبريل عن الإسلام والإيمان والإحسان قال هذا جبريل جاءكم يسأل أيش يعلمكم دينكم، وقد علمنا ماذا؟ الإسلام والإيمان والإحسان. ثم تقول دين الله الإسلام وليس الإيمان، ثم تستدبق الله عز وجل إن الدين عند الله الإسلام، ثم تقول وليس الإيمان، لا الإسلام هو الإيمان، تقول إيمانك بعد إسلامك، هات لله الإسلام ثم الإيمان، أما تأتي بإيمان غير إسلام هذا ليس إيمانا. هذا تفصيل ما أنزله السلطان جئت به من كيسك من الظاهر من ما تزعم أنه فتوحات تفتح عليك وهو كلام باطل. طيب أختم وإن شاء الله تعالى إن عدت عدنا إليك. نريد منك يا أخي أمر مهم جدا أن تفطن له. اليهود ولعلك تعرفهم جيدا ونسأل الله أن يرفع البلاء عن المسلمين، هم محتلين دياركم وهي ديار المسلمين وأنتم في قرب منهم يعني بالأبدان. اليهود لا يدعون أحدا أن يكون يهوديا، هذا معروف. اليهود يرون أنفسهم شعب الله المختار، أبناء الله وأحباؤه، فليس لهم دعوة في العالم يدخلون الناس في اليهودية. عندهم اليهودي لازم يكون سلالة يهودي، لكنهم حريصين على أن يخرجوا الناس من إسلامهم. مسلم تعاصر يهودي، لا هذا شرف لك، ما ندخلك اليهودية ولا يحق لك أن تكون يهوديا، ولذلك هم قلة على مستوى العالم. لكن يهمهم أن يخرج المسلم من إسلامه، هذا ما يفعل اليهود. الآن ماذا تفعل أنت يا أخ صلاح؟ أقرأ بعض التعليقات وبعض كذا، وبعض من يشد بالكلام ويشتم، يقول عن نفسي أنه يقول أنا لست شيعيا ولا سنيا، ويقول أنتم يعني أهل السنة أنتم والشيعة سواء، أنتم والرافضة سواء. فأنت ماذا فعلت؟ في فعلك هذا شبه باليهود. اليهود ما يهمهم أن يخرج الواحد ويدخل في اليهودية، أصلا ما يقبلون يدخل اليهودية،
ولكن يخرجونه عن الإسلام. وأنت بدعوتك هذه ماذا تفعل؟ الناس يعني منقسمين بالقسمة العامة إلى سنة وشيعة، هو التقسيم أصلا منقسمين إلى سني وبدعي، سني وبدعي. لكن لما كانت الرافضة هي أخبث فرق أهل البدع استأثر بهذا الاسم فقيل سني وشيعي، سني ورافضي، ولا التقسيم أصله سني وبدعي. فالمهم أن الرافضة رافضة والسنة سنة، فأنت بدعوتك هذه ماذا فعلت؟ جعلت من أهل السنة أبناء الجزائر وهم سنة، ومن أهل أبناء المغرب وغيرهم، أخرجتهم من السنة لا إلى الشيعة، إلى مذهب الله السني ولا الشيعي، حتى يأتي أحدهم ويقول هكذا: لست سنيا. لست سنيا، أتعرف ما معنى أهل السنة؟ يعني أتباع السنة، والسنة بالألف واللام عند إطلاقها يعني سنة النبي عليه الصلاة والسلام. هذا شرف، هذا كرم من الله، توفيق من الله عز وجل إن جعلك سنيا، تنتسب للسنة، تنتسب يعني للقرآن والنبوة، تنتسب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبدعوتك هذه فيك شبه بدعوة اليهود، أخرج الناس من الإسلام إلى غير اليهودية، المهم يخرجون من الإسلام. الرافضة وأمثالهم ودعوتك للأسف تخرج الناس من السنة حتى يتحدهم يتبجح ويفتخر ويقول أنه ليس سنيا وليس شيعيا وإنما عرفيا على مذهبك أنت. فلاحظ هذه المسألة بدقة، أنت تسعى الآن إلى إخراج الناس من السنة حتى بدأوا يتبرعون من السنة والانتساب إليها مع أنها شرف عظيم، سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فأسأل الله أن يتوب عليك ويغفر لك ويهديك إلى صراط المستقيم ويجعلك معنا على الحق لا ضد الحق، فنحن نؤمن بأن نحن على الحق مع علماء أمة محمد صلى الله عليه وسلم من الصحابة والتابعين لهم بإحسان، ونحن على هديهم بحمد الله عز وجل ما استطعنا ذلك سبيلا، وتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم، إن التشبه بالكرام فلاح. ولا أنك أما أنت فتجزم بأنك لست على يعني مع علماء المسلمين، ولا معترف لا بالأئمة الأربعة ولا بالشيخ أسامة بن تيمية ولا بغيره، وإنما كأن إلهام ينزو عليك. وأكبر دليل إنكارك على كلمة صفة الله، صفات الله عز وجل، مع أن علماء من الرسول صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا يقولون صفات الله عز وجل، إلا أنت وحدك لا شريك لك تقول صفات الله شتم لله. أنت شذوذ، أنت مثال جميل واضح أبين، مثال معاصر للشذوذ. والله ما سمعنا أحدا قط قال صفات الله شتم لله إلا أنت، والله المستعان. السلام عليك ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.